اليوم التالي للحرب على غزة قضية شغلت المجتمع الدولي بأكمله على مدار عام من العدوان. ارتكبت إسرائيل خلاله أبشع المجازر بحق المدنيين وحصدت أرواح آلاف الأبرياء في القطاع المحاصر، لتطرح تساؤلات عدة حول مصير إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وإلى من ستسند إدارته. أحد السيناريوهات الأكثر قبولاً لدى دولة الاحتلال يتمثل في عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بشكل مشروط وفقاً لرغبات إسرائيل، أو نشر قوات دولية في غزة بعد الحرب تضمن سيطرة أمنية طويلة الأمد لإسرائيل، ما يخدم مصالحها بشكل أمثل. في المقابل يرى مراقبون أن التوافق بين حركتي فتح وحماس ليدير قطاع غزة إدارة مشتركة هو أمر مطروح رغم صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، فيما يظل سيناريو استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة أمراً تتمسك به الحركة في المفاوضات، وبالطبع ترفضه إسرائيل بزعم عدم تحقيقه مصالحها. ووسط هذه السيناريوهات تبقى الصعوبة في إسكات أصوات الرصاص ووقف الحرب التي باتت تتمدد يوماً تلو الآخر دون أمل قريب في الانتهاء، إذ ترغب إسرائيل في مزيد من التصعيد بالضفة الغربية لتكرار سيناريو غزة. ووسط الحديث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب تظل إحدى الصعوبات تدور حول فكرة إعادة إعمار القطاع بعد عام من القتل والحرب، دمر فيه القطاع بالكامل وقدرت فيه الخسائر بالمليارات، إذ تتطلب إعادة بناء القطاع نحو 15 عاماً، فمن يمكنه إدارة القطاع بعد حرب غاشمة قضت على الأخضر واليابس؟